ده يوري حضرتك ان الموضوع ما هوش سياسة بقى، ده الموضوع اصبح النهاردة ان هيبة الدولة راحت، والنهاردة الشرطة بعد يعني موقعت وثورة 25 يناير اتكسرت اتهزمت. فلا يجب ان احنا نضغط ونستفز، لان الشرطة ما هم في النهاية ولادنا واخواتنا يعني ايوه كان هناك اخطاء بيتحاسب عليها الناس اللي تسببت في اضرار للناس، لكن النهارده انا محتاج ان انا اشد من ازر رجال الشرطه عشان حفظ الامن والامان لنا كلنا. احنا النهارده مقبلين على داخلين على المدارس، في طلبه وفي اطفال هيروحوا مدارس، والاسر والعائلات كلها في حاله انزعاج، لان الحاله في ناس خايفه طبعاً تودي ولادها المدارس. طبعاً انا اتقلي من كذا عايز اقول اولياء امور بيقابلوني في كل حته، قالوا لي والله احنا خايفين في الحاله دي نودي ولادنا المدارس. ما هو الجو ده فده بيأثر على ايه؟ بيأثر على 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 دوله باسرها. والاخطر من هذا كمان، احنا النهارده ونفسي ان السيد وزير الماليه ووزيره التعاون الدولي تطلع عشان تكلم الناس ويشرحوا لهم الوضع اللي احنا فيه، الوضع المالي والاقتصادي وضع يعني متردي جدا. فالناس لازم تستوعب، ايوه طبعا ثوره اللي الناس كلها جوه وبره فرحوا بيها، ده كان حقيقه العالم كله شهد بيها. النهارده بتحس، شوف حضرتك وكالات الانباء بره بداوا يتناولوا ويتكلموا عن الثوره بطريقه تانية بعد ما بداوا يحسوا ان المساله خدت منحنى مش المنحنى اللي كانت الناس كلها يعني سعيده بيه وفرحانه بيه.